خلي شوية الإنصات الله يرضى عليك. خذي بالإشارة، أضرب الإشارة وصافي. أخو عليك الإشارة الله يرضى عليك، اللور الله يرضى عليك. أجي قدام حدايا نشوف، أجي توحشكم، أجي حدايا ناجي. السكان بن سودة الأوفياء، اليوم في هذا اللقاء بحضور الإخوة في لائحة حزب الاستقلال لانتخابات 7 أكتوبر الدائرة الانتخابية فاس الشمالية، يحضر معنا في هذا المكان بالضبط تاريخ الذي رسم معاليم المغرب ما بعد 14 جانفي 1990. أتذكر سنة 1986 لما انتقلت من حي المصلى إلى بن سودة في حي لاسيماي في حي القدس، وكان هذا المقر اللي هو أمامنا اللي كان عبارة عن سفلي، ولكن تكيت واحد ديال واحد العهد شديد ديال عهد ديال البناء تصدمت 2015. تنذكروا بعضياتنا بعد سنوات، لأن ضروري أن الإنسان لما تيجي بني شي